تحية طيبة لكل المتابعين الأوفياء، أنا ياسين وأنتم تشاهدون سلسلة تعلم اللغة الإسبانية من الصفر إلى الاحتراف. في هذا الدرس سنتعلم مع بعض مفردات المدينة، استعمالات الفعل سير وإستار، كيف نجري مكالمة هاتفية، ثم أخيرا حوارات يومية نتناول فيها ما سنتعلمه. قبل البدء، إذا كنت تريد تعلم اللغة الإسبانية وجاد في ذلك فأنصحك بمتابعة هذه الدورة، وأيضا أنصحك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك. أيضا إذا كنت تريد أن تلتقي مع أشخاص مثلك يتعلمون اللغة بهدف ممارستها بشكل يومي، فيمكنك الدخول إلى مجموعتنا وصفحتنا على تيليجرام، ستجدون رابطها في أول تعليق تحت هذا الفيديو. إذا لنبدأ. الفعل سير وإستار كما ذكرنا سابقا لهما نفس المعنى في اللغة العربية، كان يكون الكينونة، أو في اللغة الإنجليزية هما الفعل to be، وفي اللغة الفرنسية هما الفعل être. نبدأ بالفعل إستار، نقول yo estoy, tú estás, él y usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos y ellas y ustedes están. نستعمل الفعل إستار عادة عندما نريد أن نحدد مكانا معين، في المنزل، في الطائرة، في المدينة، في المقهى إلى آخره. مثلا estoy en la casa، estoy en la casa، هنا لا نقول soy en la casa. estoy en el hospital، estoy en el hospital. نستعمل الفعل إستار أيضا عندما نريد أن نعبر عن حالة، إحساس، سعادة، حزن، مرض. مثلا estoy enfermo، estoy enfermo. لنسأل شخصا ما عن مكان معين نستخدم عبارة donde. hola hermano donde estás، hola hermano donde estás، hola hermano estoy en la casa، hola hermano estoy en la casa. دعونا نقوم بتمرين بسيط لنستوعب الفكرة أكثر. مثلا el بين قوسين casa ستصبح él está en la casa. الجملة الثانية vosotros بين قوسين farmacia ستصبح vosotros estáis en la farmacia، vosotros estáis en la farmacia. mi familia بين قوسين ciudad ستصبح mi familia está en la ciudad، mi familia está en la ciudad. tú بين قوسين clase ستصبح tú estás en la clase، tú estás en la clase. دعونا نتعرف على فعل آخر نستخدمه في الأماكن أيضا، الفعل بيبير يعني يعيش يسكن، نقول yo vivo، tú vives، él y usted vive، nosotros vivimos، vosotros vivís، y ellos y ellas y ustedes viven. hola Juan ¿dónde vives? vivo en España. ¿y tu familia dónde vive? mi familia vive en Marruecos، mi familia vive en Marruecos. دعونا نقوم بمقارنة بسيطة بين سير وإستار. أولا نحن لدينا فيديو خاص على القناة نشرح فيه جميع الفروقات بين هذين الفعلين بالتفصيل، سأترك لكم رابطه في أول تعليق أو في البطاقة البيضاء التي ستظهر الآن في أعلى هذا الفيديو، إذا كنت تريد طبعا أن تتعمق أكثر في فهم هذين الفعلين. الفعل سير يعرف لنا الكائن، مثلا ياسين إس ماروكي، الكائن هو ياسين. خوان إس بروفيسور، خوان هو الكائن. الفعل إستار يعرف لنا حالة الكائن، مثلا ياسين استا فيليس، يعني هنا نصف حالة ياسين. خوان استا مال، خوان استا مال، يعني مع ادبيربيوس نستعمل فقط الفعل سير، ومع سوستانتيبوس نستخدم فقط الفعل استار. لنقم بعمل تمرين بسيط حول ما درسناه للتو. لورا اس لا هيرمانا دي سارا، soy profesor de español، soy profesor de español. Laura está mal، Laura está mal. Buenos días، ¿eres amiga de Laura؟ ¿eres amiga de Laura؟
أكثر شيء يشكل مشكلة لدى طلبة اللغة الإسبانية في استخدامات سير وإستار هي عندما نريد أن نعبر عن الصفات الشخصية، فهل نستخدم سير أو نستخدم إستار؟ لاحظوا معي هذه الأمثلة، نقول مي بادري إس ألتو أو مي بادري إستا ألتو. غالبيتكم سيجيب بالصحيح هو أن نقول مي بادري إس ألتو، لأنها صفة دائمة في الشخص، لأن بما أنه طويل فغدا لن يصبح قصير، وهذا كلام منطقي. لكن الإجابة الصحيحة هي كلا الجملتين صحيحتين، الفرق يرجع إلى المغزى أو المعنى الذي أريد أن أقوله من خلال الجملة. في الجملة الأولى عندما قلنا مي بادريس ألتو نقصد أن أبي فعلا طويل، أي طوله يتعدى 1.8 سنتيمتر. أما الجملة الثانية عندما قلنا مي بادري إستا ألتو فنحن نقصد بها أنه يظهر طويل القامة، أي ربما ارتدى حذاء بكعب عالي فبدا وكأنه طويل لكنه في الأصل ليس طويلا. مثال آخر، خوان إس ديلغادو، نقصد بها أنه فعلا نحيف، أي أن وزنه ربما لا يتعدى 50 كيلوغرام. لكن عندما نقول خوان استا ديلغادو فهذا نقصد أنه يبدو نحيفا، ربما أنت دائما تراه يرتدي معطفا وفي يوم من الأيام ارتدى قميصا صيفيا فبدا لك أنه نحيفا. باختصار نستخدم الفعل سير عند التعبير عن الأشياء الثابتة الغير المتغيرة، والفعل استار عند الأشياء المتغيرة الغير الثابتة. لكن تذكر أن في الظروف والأحوال دائما نستخدم الفعل سير، فلا يمكن أن نقول أبدا سوي بيان بل نقول استوي بيان. لنتدرب أكثر على استخدامات هذين الفعلين مع هذا المثال، جو سوي ألتو ميدو 1.86 سنتيمتروس، مي أميغا لورا إس ديلغادا porque antes pesaba 65 kilos y ahora pesa solo 50. Mi padre tiene solo 40 años. ونقصد هنا أنه يبدو متقدم في سنه من تصرفاته ربما من خلال جسمه أو وجهه أو لون شعره. Mi abuela tiene 70 años pero está más joven. ونقصد هنا أنها تبدو صغيرة في السن بالرغم من أنها فعلا كبيرة في السن، ربما تزاول الرياضة ولديها جسد رشيق. كيف نجري مكالمة هاتفية؟ لنسأل شخص ما هل يفهم ما نقوله أو لا نستخدم العبارات التالية، ¿Me entiendes؟ ¿Me entiendes؟ ¿Me oyes؟ ¿Me oyes؟ ¿Oyes bien lo que digo؟ ¿Oyes bien lo que digo؟ لنعبر لشخص ما على قلة فهمنا لما يقوله نستخدم العبارات التالية، No entiendo, no entiendo أو No te entiendo, no te entiendo. Te oigo muy mal, hay mucho ruido. Te oigo muy mal, hay mucho ruido. Más despacio por favor, más despacio por favor. وتعني كلمني ببطء أكثر من فضلك. Puedes repetirlo por favor, puedes repetirlo por favor. للإجابة على المكالمة نقول سي أو نقول ديغا أو نقول ديغامي. لنسأل عن شخص ما في الهاتف نقول استا، ثم نضع اسم الشخص مثلا استا ياسين بور فابور. لنسأل عن هوية المتصل نقول كين ياما، كين ياما أي من المتصل أو من يتصل، أو نقول كينيس، كينيس من يكون. لنقدم نفسنا نقول مي بريزنتو سوي ياسين، مي بريزنتو سوي ياسين، مي بريزنتو سوي اون اميغو دي تو هيجو، مي بريزنتو سوي اون اميغو دي تو هيجو. ننتقل للفقرة الأخيرة، الحوارات اليومية. دوندي ستاس؟ استوي ان الكافيه. دوندي؟ تي اويغو موي مال. En el café. Estoy en el café. ¿Puedes repetirlo, por favor? En el café. C-A-F-E. Café. Lo siento, pero no te entiendo. ¿Sí?
Hola, ¿está Yesin? ¿De parte de quién? Soy Laura, su amiga. Un momento, por favor. ¿Laura, eres tú? Sí, sí, soy yo. ¿Dónde estás? Estoy en la comisaría. ¿En la comisaría? ¿Qué ha pasado? Nada, un problema con el visado. هذا كل ما لدينا لحلقة أوري درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نلتقي في الحلقة القادمة. Hasta luego.